لم يقل أحد سوف أجهر بالكلام، بنا ندافع عن حياة الفلاحين. لم يقل أحد أي شيء. في دراما رمزية، الأمهات البيرويات يبحثن عن أطفالهن المفقودين منذ 20 عاماً. لقد قتل وعذب الآلاف من البيرويين، اختفوا بلا أثر. لمدة 24 عاماً منع الناس أن يتحدثوا عن معاناتهم، أن يتحدثوا بحرية وعلانية. مئتا ألف تايموري شرقي لقوا حتفهم أثناء حرب أهلية وحشية واحتلال عسكري. الآن انتهت الحرب ويريدون أن يعرفوا ماذا حدث. في المغرب قبور غير محددة لضحايا قتلوا أثناء عقود عرفت بسنين الرصاص حكم البندقية. عائلاتهم لم يعلموا شيئا عن مصيرهم أو أماكن دفنهم إلى أن بدأت التحريات في عام 2004. بالرغم من انتهاء الصراعات تبقى الذكريات والآلام. يريد الضحايا أن يعترف بمعاناتهم، يريدون التحدث في مواضيع كانت ممنوعة. ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يطالبون بالعدالة. تبقى المجتمعات منقسمة بين روايات متضاربة عن التاريخ. يحتاجون لمعرفة الحقيقة، حقيقة مشتركة لكي يبدأ الالتئام ولضمان أن الرعب لن يعاد أبدا. إن زمن العنف بسبب الحكم العنصري في جنوب أفريقيا قد انتهى، لكن أحداث الصراع العرقي سوف تبقى في الذاكرة لأجيال. في عام 1993 قائد التحرير ورئيس الحكم العنصري يتقاسما جائزة نوبل للسلام. الأعداء السابقون تفاوضوا على نهاية سلمية للحكم العنصري. تحت الدستور الجديد الذي قاموا بإقراره تعقد جنوب أفريقيا أول انتخابات ديمقراطية لها. الناخبون في جنوب أفريقيا ينتخبون قادة جددا بانتقالية سلمية كادت أن تكون انفصالية غير ممكنة من الماضي. لكن الاحتفالات لن تمسح ذكريات التمييز العنصري من القمع والتعاسة. قد يكون الاضطهاد والوحشية من قبل الشرطة قد انتهى، لكن تبقى جنوب أفريقيا من أكثر المجتمعات غير المتساوية في العالم. تصحيح الأخطاء الماضية سوف يتطلب أكثر من كتابة دستور جديد. تحولت جنوب أفريقيا من نظام حكم عنيف جدا وقمعي كاد أن يكون بين يوم وليلة إلى ديمقراطية جديدة، وكان علينا أن نعتني بهذه الديمقراطية الهشة بغاية الحذر. كانت معرضة لمجازفة شديدة. لم يكن الأمر أن جنوب أفريقيا تم الظفر بها بواسطة السلاح أو التظاهر أو أن المقاتلين من أجل الحرية استولوا على الحكم فنتج عن ذلك محاكمات جرائم الحرب. لا، إنها لم تكن كذلك. كان هناك تنازلات وكان هناك مفاوضات، وجزء من الصفقة كان العمل على الحقيقة والمصالحة. لم يكن الحل الأمثل، لكن حاولنا أن نقول انظر، دعنا نكون أمة واحدة ونتصالح، إليكم ما يجب أن نقوم به. At Bishop's Court in Cape Town, 16 of the country's 17 newly appointed truth commissioners began their work under the chairmanship of Archbishop Desmond Tutu.
لجنة الحقيقة والمصالحة التي تم تشكيلها من قبل الدستور الجديد تجتمع لأول مرة في ديسمبر من عام 1995. يتكون أعضاؤها من مساندين لحقوق الإنسان، رجال دين، قضاة، محامين وعلماء النفس. أنشئت هذه اللجنة في صيغتها الحالية بعد مشاورات دامت سنتين بناء على اللجان السابقة لتقصي الحقائق في أمريكا اللاتينية. كان هناك تبادل كبير بين الدول النامية. تعلمت تشيلي من خبرة أوروغواي والأرجنتين. جنوب أفريقيا أيضاً تعلمت من تشيلي والأرجنتين. وتعلم البيروفيون من جنوب أفريقيا. يوجد عدة نماذج، ويتضح من ذلك أن المبادئ العامة يمكن تعليمها والاستفادة منها، ولكن لا يوجد حل واحد شامل. يتقدم الضحايا والشهود لرواية قصصهم عندما تفتح اللجنة مكاتب لها في المدن الرئيسية، وعند تنقلها بين الأحياء والضواحي شهادة 21,000 ضحية سيتم تدوينها في السجل الرسمي. الشهادات الأكثر إلماماً وإدلالاً سوف تسمع في منابر الشهادة العامة. على اللجنة خلال 18 شهراً أن تكون تصوراً عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحكم العنصري، لتمكين الضحايا من الإدلاء بأقوالهم واقتراح تعويضات وترشيح إجراءات لمنع انتهاكات مستقبلية. Your Grace, Chairperson of the Truth and Reconciliation Commission, I report that the office of the commission in the region of the Eastern Cape. كان الأمر في غاية الصعوبة في البداية. كان هناك 17 شخصا مختارين من بقاع مختلفة من الدولة، أشخاص لم يسبق لهم العمل مع بعضهم البعض. كنا صورة مصغرة تعكس تركيبة جنوب إفريقيا السكانية. كان هناك إفريقيين، يهود، مسلمين، مسيحيين، هندوس، نساء ورجالا. كان هناك لحظات وفي بعض الأوقات أيام كنا فيها على اختلاف. كان الأمر جحيما، أجل كان الجزء الأول جحيما. التوجه إلى الأكثرية من السود وتشجيع الضحايا للتحدث يجعل من المستحيل إنكار الفظاعة والظلم الذي تسبب فيها الحكم العنصري. سيكون تقبل الحقيقة صعباً على البعض. أثناء فترة الحكم العنصري، وأعتقد لدرجة كبيرة حتى الآن، أن الأكثرية من البيض الجنوب أفريقيين ضللوا من قبل الحكومة عما كان يحدث أثناء الحكم العنصري، لدرجة أنهم تأقلموا على أن لا يروا أي شيء حولهم وعلى أن لا يريدوا أن يعرفوا ما الحقيقة الحاصلة. Today that you were tortured. If you are able to, it's not too painful, could you describe some of that torture? What actually did they do to you? Mr. Malkas, thank you very much indeed for coming. Thank you very much. That adjourns the proceedings for today. We will start tomorrow at 9 o'clock. Thank you very much indeed. For someone like لشخص مثل الأسقف
قضى كل يوم من حياته في اللجنة وهو يفكر كيف ستؤدي هذه العملية إلى مصالحة. وأظن أن الصراع يكمن في كيفية خلق نسيج اجتماعي يستطيع فيه أفراد لا يثقون ببعضهم البعض التوصل إلى سبيل للتعايش. إن مسألة مقدرتهم على التعامل مع بعضهم البعض ليس بأمر يمكن حله في جيل واحد، بل سيتطلب عدة أجيال. Going to ask you to go over what happened because I think it's very, very painful for you. But you've come to the commission to tell your story, and we'd like to hear from you about what you want the commission to do for you. If I can find an answer to this question, how do you go about forgiving this person who is a cruel murderer? نحن نخدع أنفسنا إذا قلنا أن الماضي سيذهب وينسى. الماضي باق، وإن لم نقم بما قمنا به ألا وهو مواجهة الوحش وجها لوجه، لكان بلا شك سيعود ليرهبك. Godolosi, you are here to testify and to give evidence about the disappearance of your husband. يتم بث جلسة سماع الشهود في جنوب أفريقيا دولياً، وكان لذلك تأثير كبير جعل اللجان التي تلت لجنة جنوب أفريقيا تتبنى الأسلوب نفسه. Did you ever manage to find out where your husband is or what happened to your husband? No, we could not get any information besides the information that we got from the people who were also in the cells. الرغبة لمعرفة الحقيقة كانت من أجل تصحيح وضبط الوقائع، لأنه كان يوجد أمور كثيرة حدثت لم يرضى الناس بها لأنهم لم يعلموا ماذا حدث. وهذه هي النقطة الحرجة، معرفة ما حدث. أخبرونا. بقي ما حدث في بوست تشالمرز سراً لإثنى عشر سنة. تم خطف 3 مساندين لحقوق الإنسان وأحضروا هنا وتم تعذيبهم وقتلهم. علم أقارب الضحايا الحقيقة من أحد المشاركين في الجريمة، والذي وافق أن يدلي بالقصة مقابل الحصانة من المحكمة. جيديون نيفوت محقق سابق برتبة رقيب. كابتن فونسايلت من ياهاشي met 'n .22 geweer geskiet. Hy het die geweer aan my oorhandig, waar ek op my beurt vir meneer Godolosi geskiet het. En meneer Lots het vir meneer Galella geskiet. En ons het al drie die oorledenes op die houtstapel geplaas. Ek het die vuur aan die brand gesteek hierdele. أتذكر جيدا في بداية جلساتنا حينما كان يأتي الضحايا ليقصون ما حدث، كان هناك عدد من الأفراد في هذه البلد يقولون أن هذه القصص مبالغ فيها ولا تقرب الحقيقة بشيء. لم يتغير ذلك إلا عندما بدأنا بسماع شهادة الجناة الذين تقدموا عاملين بالحصانة، عندما تقدموا ليؤكدوا أنهم بالفعل قاموا بهذه الأعمال. Ek het opdrag van kaptein van Sail gekry om dit te vernietig wat ek gedoen het. Ek het dit na die visrivier toegeneem voor Kraddock. إن نيفوت هو واحد من 7000 موظف أمن ومسؤول حكومة سابقين يطلبون حصانة قضائية، والتي ستمنح لانتهاكات تأسست على أسباب سياسية فقط وفي حالة الشهادة الكاملة والصادقة. الذي كان يحدث أن الناس كانت تقول: انظروا إنهم يطلقون سراحهم بدون عقاب،
ماذا عن العدالة؟ هذه اللجنة تهتم بالعدالة، لكنها ليست عدالة انتقامية، وإنما عدالة بناءة. In those other occasions, did you ever assault him or hate to assault him? Near. Why was it the case this time? يتقدم الجناة بطلب الحصانة من القضاء لأن احتمالية المساءلة القضائية واقعة. إن لجنة الحقيقة ليست ببديل للمحكمة، ومحاكمات انتهاكات التمييز العنصري ما زالت تأخذ مجراها حتى بينما اللجنة منعقدة على أعمالها. وإذا تم رفض منح الحصانة يمكن أن يلي ذلك محاكمة الفرد. سواء كذب علينا أم لا، لم يكن الأمر معنيا به. كان هدف مسار اللجنة المصالحة الوطنية والوحدة، لم يكن الأمر معنيا به. جنوب إفريقيا تحتاج أو احتاجت إلى أن تتصالح وتتحد بالرغم من نيفو، ولكن أن يكذب هو بمثابة وضع الملح على الجرح ليزيد الألم. لماذا تتقدم بطلب الحصانة ومع ذلك تكذب؟ لجنة العفو والحصانة وجدت أن جيديون نيفوت لم يشهد بصدق أو بالكامل. هذا الطلب للعفو تم رفضه. برنامج الحصانة بقي محط جدل وتعرض للانتقاد بشكل عام. منحت الحصانة لـ 12% فقط من الذين طلبوها، وبناء على ذلك لم تقدم أي لجنة حقيقة أخرى على توفير هذا البرنامج. المشكلة الكامنة في لجنة جنوب إفريقيا أن هؤلاء الذين قرروا أن يجازفوا وأن لا يشهدوا لم تتم محاكمتهم، لذا فالنموذج هنا ملوث ولا يصلح أن يكون مرجعاً مستقبلياً، لأن بعض الأفراد سيفكرون بها هكذا: إذا جازفنا وانتظرنا سوف ننال مكسبين، لن نعاني الخزي ولن يتم إلقاؤنا في السجن. وأعتقد أن هذا كان سبب فشل اللجنة. لكن حتى وإن قلت ذلك، لجنة الحقيقة كانت فعالة في جنوب إفريقيا في تأسيس محور هام في الحياة الجديدة للبلد، ألا وهي فكرة الحقيقة والمبادئ الأخلاقية والاهتمام بحقوق وكرامة الأفراد الذين لم يكن يؤبه بهم من قبل، وكان يتم إبعادهم عن عدة أمور واضطهادهم. اللجنة تعلم أن تدوين الانتهاكات الفردية خطوة أولى فقط. يبحثون عن طابع معين وعلى انتهاكات قد تكون أقل درامية، لكن الشعوب عانتها مراراً. القرارات الإدارية، التشريعات النوابية وإجراءات مركز الأمن الدولي كانت بطريقة أو بأخرى محور التمييز العنصري التي أثقلت كاهل العديد من الجنوب أفريقيين السود، وليس فقط فئة معينة من الناجين. ولذلك أعتقد أن المخاطرة كانت موجودة بأن لجنة الحقيقة بتركيزها على هذه الانتهاكات فقط بطريقة ما قد فشلت في أن تميز وجود مساوئ يومية أخرى بنفس الطريقة التي كانت العرقية والطبقية الاجتماعية والجنس أدوات محددة الملامح لفهم طابع الانتهاكات والعنف تحت الحكم العنصري. We were aware of what these violations were. What we're attempting to say here is that we didn't do enough. سلسلة من الجلسات تنظر في إجراءات وفشل النظام القانوني والمهن الطبية والمؤسسات والإعلام والمجتمعات الدينية وآخرين، مجمل النظام الاجتماعي الذي جعل التمييز العنصري ممكنا. Did it not strike you as odd that over this period of time so many people were dying in detention in mysterious circumstances where the police were consistently saying it had nothing to do with us? Our hands were chopped off. If a witness prefers to lie and that lie is not broken, then those are the facts. Everybody who was involved in the legal profession, the judiciary, magistrates, attorneys, advocates, and academics, were all complicit. The only thing we need to do is to just treat the patient. Even if we see people being tortured, we must just keep quiet. This was the instruction for the hospital management. The World Medical Association quotes that the supreme guide of the doctor is his conscience. How many of us have been true to our conscience?
إن سكان جبل أنديز بجنوب بيرو خاضوا حرباً داخلية صامتة لمدة 20 عاماً. لقد عاشوا في أماكن بعيدة وبقوا معزولين وغير مرئيين لصفوة بيرو، معظمهم لا يتحدث الإسبانية. عندما ظهرت حرب العصابات في إقليم أياكوشو أصبحوا ضحايا. لم يكن سراً أن الآلاف قد ماتوا، لكن التفصيلات المرتبطة بكيفية قتلهم وأماكن دفنهم وهوية الجناه تم إخفاؤها. انتحلوا شخصية مساندي فلاحي بيرو وادعوا أنهم يسلكون نهج الثورة الثقافية لماو زي دونغ، يطلقون على أنفسهم لقب المسار المشع. في عام 1980 بدأت ثوار حملة إعدامات استهدفت الحكام المحليين والمدرسين والقضاء وأي شخص مرتبط بالحكومة. رد فعل الحكومة كان الهجوم على المشتبه في عمله مع الثوار. وجد أناس أبرياء أنفسهم في وسط الصراع وانتشر النزاع في القرى والمدن. بحلول عام 2000 تغلب الرئيس فوجي موري على عصبة المسار المشع، لكن الأساليب التسلطية التي استخدمها ضد الثوار أصبحت تعد غير مقبولة. تلا ذلك سلسلة من الفضائح السياسية أجبرته على الاستقالة والهروب خارج البلاد. في عام 2001 تنظر الحكومة الجديدة في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السابقة. تم إنشاء لجنة حقيقة ومصالحة للنظر في 20 عاماً من المعاناة. 11 مفوضاً من مجموع 12 قضوا حياتهم كلها في العاصمة ليما. إجراءاتهم تتم باللغة الإسبانية، وعضو واحد فقط يتحدث كاتشوا وهي لغة شعب الأنديز الذين عانوا أكثر شيء. لقد عرفوا أن تشكيل أعضاء اللجنة لن يرضي الجميع. لقد عرفوا أن معظمهم يأتي من ليما، وأن أكثرهم يعد من المجتمع البيروي كبيض أو كأناس من الصفوة المحلية. عرفوا أنهم يمثلوا في نظرهم الجامعات ونخبة متعلمين على مستوى عال، وأن أول احتكاك لهم مع الضحايا كان فيه شعور بعدم الثقة. إن مجموعتهم الميدانية تضم متطوعين يعرفون بمروج الحقيقة، يحاولون ترويج اللجنة وإقناع الضحايا أن يدلوا بتصريحات عن الأحداث، لكنهم يقابلون بشك وارتياب واضح. لقد قلت للمفوضين بأن الطريقة المثلى لبدء العمل يكون من خلال جولة في جميع أنحاء البلاد وفي الأماكن الأكثر تأثراً، حتى نعرفهم بأنفسنا ولإخبارهم عن طبيعة عملنا، لكن علينا الذهاب إلى الأماكن التي يتواجدون فيها. لمدة 2 عامين يقوم المفوضون والعاملون معهم برحلات متعددة لمنطقة أياكوتشو، المركز القوي للمسار المشع والمكان الذي لقي فيه الآلاف حتفهم، بينما قليلون في ليما يدركون ذلك. شعر العديد من الفلاحين أنهم منسيون تماماً في مجتمعاتهم، كما لو كانوا ليسوا جزءاً من بيرو. شعروا أنهم وحدهم، بينما عاش الناس في ليما بطريقة معينة، كانت معيشتهم في الريف بطريقة مختلفة تماماً. لم يقل أحد سوف أجهر بالكلام، بنا ندافع عن حياة الفلاحين. لم يقل أحد أي شيء. No hablo quechua y por eso no dejo de ser peruano. Y al no hablar quechua no me hace tampoco de ninguna manera una persona que no tiene total respeto sobre otras culturas. Y creo que así como usted ha sido tan amable de hablarme en mi idioma, igual
a las personas que hablan quechua tendrán que hablar en su idioma. Presidente Dr. Salomón Lerner. بالنسبة للضحايا، تواجد صفوة ليما بينهم واستماعهم لمشاكلهم باحترام كان شيئا جديدا عليهم. يريدون أن يسمعوا عن التعويضات المالية، لكنهم مرتابون من نواحي اللجنة ومقاومون لفكرة المصالحة. ¿Podrán los miembros de la Comisión de la Verdad en algún momento, es decir, sentarlos a los monstruos que victimaron a nuestros seres queridos, con nosotros, que somos los familiares, y decir de repente, señora Doris, en este caso, tal fulano es responsable de la muerte de su esposo, él lo mató, él le atravesó el fal por la boca y una serie de cosas más, y usted tiene que reconciliarse con el Señor? Entonces yo me pregunto, ¿el monstruo, la bestia, se sentará con el ser humano, con la señora Doris Kaki, y podrán llegar a una reconciliación? No. المصالحة لا يمكن أن تفهم على أنها توافق بين الضحايا والجنات. هذا شيء غير وارد. إنها إعادة بناء تركيبة المجتمع وطريقة جديدة للتفاهم بين البيروفيين لاحترام بعضهم البعض، طريقة جديدة للدولة في تعاملها مع المجتمع. Pues pedimos justicia a los culpables, a estos señores que en esa época ellos han sido المطالبة بالمحاكمة أمر طبيعي، لكن في بيرو ومعظم البلدان التي حدث فيها انتهاك لحقوق الإنسان، أعداد هذه القضايا يصبح عبئا لا طاقة للمحاكم به. لجان الحقيقة تساند العمل القضائي ببناء الثقة العامة عن طريق تدوين عدة أشكال من الانتهاكات والتي لم يكن يستطيع نظام الادعاء أن يظهرها. كنا نعلم أن المحاكمات كانت صعبة جدا في المرحلة الانتقالية. كنا نعلم أن القوة القضائية لم تكن فعالة، وأنها سياسيا كانت عرضة لنظام دكتاتوري على مدى سنين وسنين، وأن هناك أقسام شديدة الفساد في القضاء. وكنا نعلم أنه إن أردنا أن يكون نظام الادعاء مستمر، وجب علينا إذن أن يكون لدينا تأييد عام قوي. El corazón de la Comisión de la Verdad está en cada una de estas sedes, porque desde ahí es que se va a recoger la información directa de las víctimas de la violencia. Y se va a recoger con el apoyo de las organizaciones, asociaciones y los especialistas de las zonas de esa sede. Chay Pachacuna Carja, agazamiento, tortura, asesinato. Chimana Uyabustiquitita, Yasta Chimana Yasanjacho, Manachimunca, Chaycuna, Alcanzanjacho, Chayata. Chay Aslami, Chasquiricunja, Testimonio y Kichita, Chay Yapa afectado con Amanta. قالوا أنه ليس عدلاً أن يعيشوا ما عانوه مرة أخرى، وأنهم يحاولون أن ينسوا عنه، أن يدفنوه. قلنا لهم أنه يجب عليهم أن يخبروا العالم بما مروا به حتى يعرف العالم عنه. الضحايا المترددون في الإدلاء بأقوالهم تزداد احتمالات تعاونهم إذا ما كان الذي يطلب منهم التعاون قد مر بنفس التجربة. أكثر من 17,000 ضحية يدلون بشهاداتهم. كان معظم موظفينا في أياكوتشو ضحايا أيضا، فقدوا أباء، أمهات وأخوة أثناء الحرب. وكانت مشكلة أخرى لاختصاصي علم النفس الذين قالوا لا تبالغوا بردة الفعل، ابقوا مسافة بينكم وبين الضحايا، هذا عمل رسمي، عليك أن تستمع. شخص يقول لك شيئا وأنت عليك أن تستمع، إنها الفرصة الوحيدة لهم منذ 20 عاما
لأن يتحدثوا عما حدث وليخبروا الحكومة والدولة عما حدث لهم. كنا ندرس العنف كظاهرة متفردة جدا، والأكثر من ذلك كنا نمحص في عنف الإنسان، شيء فعله بعض الأشخاص من وراء دافع، شيء قرر بعض الأشخاص أن يفعلوه. من منطلق هذا الاستدراك نظمنا عملنا، وبعدها قررنا أن نحقق في واقع هذا العنف، ولكن أيضا في الدوافع والمسؤوليات لهذا العنف. تقليديون ومحافظون ولم يتحرروا بعد من أثار الصراع، البعض في منطقة أياكوشو يضادون اللجنة. المتظاهرون يحاولون أن يهزوا الثقة في اللجنة التي تهدد بالكشف عن الفضائع التي تم ارتكابها من جميع الأطراف. الذي قالوه أن المفوضين كلهم ذوي خلفية يسارية، وأنهم بطريقة أو بأخرى على سبيل المثال قريبين جداً لحركة المسار المشع وبعيدين جداً عن القوات المسلحة. لكن التفسير الحقيقي لهذه الحملة المعادية أنهم لم يريدوا هذه اللجنة أن تحقق في أعمالهم الماضية. I bring you today a message of solidarity from the President of the South African Truth and Reconciliation Commission, Archbishop Desmond Tutu. لقد درسنا تجارب اللجان الأخرى واطلعنا على أشرطة فيديو للجنة جنوب أفريقيا ولجنة نيجيريا. كنا نجلس هناك نطالع الفيديو، وواحد منا لا أذكر من قال إن هذه أشبه بالمحاكمة، ونحن لا نريد جلساتنا أن تبدو وكأنها محاكمة. منذ البداية أردنا أن تكون الجلسات موقرة، لم تكن جلسات الاستماع العامة محط تجمع فضولي، لم يكن بالإمكان أن تكون فرجة، ما كان ممكنا أن تكون استجوابات فقط كما في المحكمة. الجلسات العامة كان لها محور واحد فقط، وهو الضحية الذي كان يشهد. بما أننا لن نكن كيان قضائي، قررنا أن لن نكون كالمحكمة. أتعرف ما أقصد؟ نحن هنا أعلى وأنت هناك أدنى، تتحدث وأنت مضطر إلى رفع عنقك كي تنظر إلى الأعلى باتجاهنا، لكن طريقة الجلوس سيكون الجميع على مستوى واحد. يتشاركون نفس المائدة، وهذا طبعاً رمزياً يعد مهماً جداً. أنت تأكل على المائدة، وأنت تشارك حياتك على المائدة وقصصك على المائدة. أنت على نفس المستوى على المائدة، وفي نفس الوقت وبسبب شكل المائدة أنت تواجه العامة، أنت تواجه أمتك، وأنت تقول قصتك. Mamacita kai okupin kachkani. Abogado tai maskai, vulgita maskai que nos vuelvo a ellos. Chai mi kai último recuerdo mi kai papilita. Ekre su tomando hermoso. ¿Cómo habrá muerto mi mamá? Ella no se merecía eso. ¿Por qué?
¿Qué éramos nosotros para merecernos esto? No, señores, ojalá que se haga justicia. Les ruego a todos que yo quiero ver por lo menos los huesos de mi madre, enterrarla. Porque, por ejemplo, en Día de los Muertos aquí en Ayacucho, todo el mundo se va al cementerio y yo no sé ni a dónde ir. تنقل الكاميرا شهادة الضحايا لأولئك الذين لم يجدوا مقاعد في غرفة الاستماع وإلى جمهور التلفاز الوطني. يجذبون بذلك الملايين لمتابعة مسار البحث عن الحقيقة. وكما في جنوب أفريقيا فإن فعالية ومصداقية التجربة الذاتية كان مستحيلاً أن ترفض أو تهمل. لقد كان مدهشاً في البداية أن البيروفيين لم يعرفوا ما حدث. لقد كانت مفاجأة، والناس لم يكن لهم علم أن الآلاف من الفلاحين كانوا يموتون على بعد 300 كيلومترا من ليما. لذا فالفجوة كانت كبيرة جدا، لدرجة أننا ظننا أن لن يصلح إلا أن نصدمهم حتى يدركوا الحادث. وجلسات الاستماع العامة كانت نوعا من العلاج بالصدمة الكهربائية. El secretario general de Centro Min me manda llamar a su casa. Me dice: Señora Doris, yo le he mandado llamar porque quería contarle lo que ha ocurrido con el compañero Teófilo Rímac. A su esposo lo han matado, señora, me dice. A él lo han torturado duramente. Él tenía toda la mandíbula destrozada, tenía las costillas rotas, tenía fractura por todos lados. Lo han introducido el falo por la boca hasta donde han podido. Le han introducido el mango de la escoba por el recto. كل قصة حياة، كل شهادة كانت وكأنها رؤيا نبوية تكشف، وكان باستطاعتك أن ترى المعاناة الفردية ومعاناة المجتمع، وفي نفس الوقت طبعا الأعداد. بعد 3 أشهر من ابتداء عملها تبدأ اللجنة بنبش القبور الجماعية. يجتمع القرويون ليراقبوا، آملين إيجاد أجوبة عن الغموض المتعلق باختفاء أفراد عائلاتهم. نبش القبور تم تغطيته بوسائل الإعلام أكثر من الجلسات، وتداولنا عندها مناقشة أخلاقية. هل نستغل هذه الفرصة ونقوم بنبش قبور أكثر؟ أم نكون حذرين جداً؟ لقد اخترنا الحذر الشديد. الفحص الجنائي للبقايا الإنسانية وتحديد الأسباب العنيفة للوفاة مسحت أي شكوك عما حدث. الصراعات السياسية والبيروقراطية توقف عمليات النبش بعد الكشف عن 3 مواقع فقط. وأخيراً تعيد اللجنة البقايا إلى العائلات وتنظم مراسيم جنازة رمزية في القرى المجاورة وفي ليما. مجهود الهدف منه توحيد البلدة كلها في إدراك المصيبة التي حلت. قبل يوم من التعرف على بقايا الضحايا، كانت الأرامل يرتدين ملابسهن اليومية العادية. في اليوم الذي سلمنا لهن الجثث، كلهن ارتدين اللون الأسود. لأول مرة منذ 20 عاماً، مارسنا حقهن في الحداد. يا لهول المصيبة! لم أستطع أن أتخيل أن 70,000 بيروفي ممكن أن يموتوا دون أن ينتبه أحد إطلاقاً. كان هذا أكثر شيئاً مثيراً للانتباه. اليوم الذي أخبرنا فيه فريق قاعدة البيانات عدد الضحايا، أنا قلت إنه من غير الممكن، أنتم مخطئون، هذا مستحيل. وعندما اقتنعت شعرت بالتحطم. هذه هي بلدي، أنا لا أعرف بلدي.
لم يتوقع أحد مدى القسوة، مدى فظاعة هذا العنف. علمنا أن أشياء قد حدثت، لكن لم نكن نعلم أبعاد الكارثة. لذا مررنا بلحظات مشحونة، كلنا مررنا بلحظات من هذه. أجل. Y sí, también tengo un dolor por haber pertenecido y seguir perteneciendo a un estrato de la sociedad que vivió ausente, que vivió ausente, que no quiso ver, que no quiso entender que todas esas personas, hermanos, que somos como nosotros, estaban sufriendo. Como no eran las personas, sus vecinos, no era la gente del barrio, no importaba. Por todos ellos, yo les pido perdón a mamá Angélica que está ahí y a todas las mujeres y a todos los niños huérfanos, a todos los hombres que han sufrido, a todos ellos, yo les pido perdón. إن تيمور الشرقية بلد صغير وربما أفقر دولة في العالم تتقاسم جزيرة مع إندونيسيا على بعد عدة مئات من الأميال شرقاً من أستراليا، كانت مستعمرة للبرتغال لمدة 400 عام. عند انسحاب البرتغال في عام 1975 تقاتلت الأحزاب التيمورية لكسب السيطرة. إندونيسيا المجاورة غزت البلاد تحت ستار إعادة الأمن والنظام، لكن الإندونيسيين استولوا على الدولة بسرعة، مبتدئين بذلك احتلالاً دام 24 عاماً. بناءً على رغبة شعبية وتحت رعاية الأمم المتحدة، صوت شعب تيمور الشرقية برغبتهم في الاستقلال في عام 1999. تحت اتفاقية سلام للأمم المتحدة أجبرت إندونيسيا على سحب قواتها، وبينما هم ينسحبون مثلوا بالشعب عقاباً أخيراً على شكل قتل وحرق. في الأيام الأولية عندما ابتدأ الغزو كان عبارة عن إبادة جماعية تنزل بتيمور الشرقية. أنا أتحدث عن المذابح، عن القتل وهوائل ارتكبها الإندونيسيون. قصة تيمور الشرقية كلها مهمة بما فيها 1999. أنا قلت 1999 مهمة أيضاً، مع العلم أنها جزء صغير لأن المجتمع الدولي كان هناك ويشهدها. لم يغزو أحد جنوب إفريقيا، لم يغزو أحد غواتيمالا أو سلفادور. إن المسألة تصير معقدة أكثر حينما يكون هناك طرف ثالث، وهذا هو الوضع في تيمور الشرقية. إننا كنا تحت الاحتلال لمدة 24 عاماً. الكل يعلم أن جزءاً كبيراً من العنف، 80% أو أكثر، كان يرتكب بواسطة قوى الاحتلال، وقد رحلوا بعد ذلك. وإندونيسيا طبعاً كانت دائماً تحاول أن تقول أنها حرباً أهلية، تيموريون ضد تيموريين، كان لها هذا الأثر بالطبع، لكنك كنت تعلم أنه في الأساس والجوهر كانت قوة أجنبية دخلت، انتهكت، احتلت، استعمرت. وبعدها كان على اللجنة أن تتعامل مع تأثير ذلك على علاقة التيموريين ببعضهم البعض. في حديثهم علناً أو خلال المقابلات مع موظفي اللجنة، يشارك 7,000 ضحية في تدوين تاريخ لم يكن مسجلاً من قبل، ويشاركون في تدوين أسبابه. نبي
إن نسيان الماضي معناه تجاهل معاناة الناس. إننا لا نستطيع أن نزيل المعاناة من قلوبهم بمجرد نصحهم بنسيان الماضي. إنك تنسى إن استطعت، لكنك لا تستطيع أن تجبر الآخرين على النسيان. لا، يجب علينا أن نمنح الفرصة للجميع للاستشفاء وتضميد الجراح. نستطيع أن نحاول أن نشفى وليس أن ننسى. حاوسك تقال سنة نعكم إساحة طوبة هاوية سمنتي لتن إيا إما بارك نعوين نعك فوتين نعك ساموراي هوكيلات تاو إيا هاو نهيرو سماتان فوتي هاو نعين روا تولا إيا نعك باس لتن نعك بركوسة هاو إيا إما بارك نعوين هنسا أنمال أين هاد نعك بركوسة هاو نعك بركوسة هاو سمانا إيدان يلاران Perkosa hal to hau hetan lavari, hau na wan makne, hau suba imi hakarak apresenta hau na wan. Bele. Bele lor mai. Liu sini ba mai. Hau hetan lavari klas ya liu liur la iha ko faliman ya oin tomak. Ia anfeto maliknya barak, anfeto toto molik milisisira perkosa ami. Hawa karak uluk nanai hane mana ida kaho di mana sirat kinari busu disculpa amido disculpa monoain da ita bot tamba mana sir mak halo buat hati nene mas ke sir lehene ya hawa karak busu de ita bot hati nene emas sir nene hawa hati nene orang mabe hawa bete minara hati nene detian Indonesia ya obrigado. الشهادة العلنية يعطيها فقط هؤلاء الذين وافقوا طوعية التحدث في جلسات الاستماع بعد أن تكون اللجنة حصلت على أقوالهم سرا. لا يتم إجبار أحد على التحدث علنا. حتى الناس الذين يعيشون في تيمور الشرقية لم يتصوروا أبدا أن الضحايا سيقفون ويسردون قصصا بمثل هذا الشكل، ولم نكن نتصور أبدا أن يصبح الأشخاص المقيمون في الجبال والذين لم يكن لهم صلة بالسياسة بل كانوا يعملون فقط لقوت يومهم أن يصبحوا ضحايا. فيما تجد اللجنة أن القوات الإندونيسية كانت مسؤولة عن معظم الانتهاكات، لن تستطيع اللجنة تجاهل تعديات أهل تيمور على بعضهم البعض. بغض النظر عن مسؤولية الآخرين، أقصد العسكرية الأندونيسية، فإن التيموريين أنفسهم بعيداً عن هويتهم وهويتنا قادة وأناس عاديين، يجب أن تكون لديهم الشجاعة والتواضع والأمانة والكرامة لمواجهة ماضينا وتاريخنا. ارتكب بعض التيموريين جرائم صغيرة كأعضاء في الأحزاب المتناحرة، فيما قام آخرون بالتعامل مع الجيش المحتل. هؤلاء الذين فروا بعد الاستقلال يريدون الآن أن يعودوا. هؤلاء المدربون بارتكاب جرائم أصغر كالاعتداء على الملكية، يمكنهم الاعتراف أمام تجمع القرويين المحليين الذين يحددون العقوبة. وذلك يعد مثالاً نادراً للجنة حقيقة تمارس شؤوناً قضائية استعداداً للظهور أمام جيرانهم، والذين قد يسألونهم أسئلة صعبة يتم إرشادهم من قبل موظف اللجنة. يجد المعتدون العائدون من المنفى أنفسهم مبعدين عن جيرانهم ويشعرون أنهم قيد الشك. إن مرتكبي الجرائم المتقدمين للمصالحة وعددهم 1500 تستجوبهم وحدة الجرائم الخطيرة التي تديرها الأمم المتحدة ووزارة العدل في تيمور الشرقية.
إذا قرر المحققون المحاكمة في جريمة كالقتل فإن المتقدم بالطلب يصبح غير مؤهل لبرنامج المصالحة مع المجتمع. كانت الفكرة أن يتم إحالة أقوال مرتكبي الجريمة إلى مكتب المدعي العام للتحقق منها، وإن أي من مرتكبي الجريمة الذي يتقدم طواعية يعلم أن البراهين التي يعطيها ستتم دراستها من قبل النظام القانوني، إنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات في حالة إعطاء النظام القانوني الضوء الأخضر. لقد شاركت المجتمعات المحلية منذ زمن طويل في الأمور القضائية والعقابية في معظم المناطق في تيمور الشرقية، يرشدهم في ذلك القادة الدينيون والمدنيون. إن اسم اللجنة الرسمي هو لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة، وكلمة الاستقبال تعبر عن اهتمام التيموريين بإعادة صهر المعتدين في المجتمعات. إن أحد الأشياء التي جعلت هذه اللجنة مختلفة عن لجان أخرى يكمن في أن عملية المصالحة التي طبقناها كانت هي الطريقة المتواجدة لمئات السنين في ثقافة تيمور الشرقية بما فيها النظام القانوني. هاو مومنتو نموش كي هغروب نبا ماي بلاو شي هايتارا هاو نوين كاتا خاو شي ربشي روني نبا ماي بي كونا با اوهو هاو لا هالو كونا با سونو هاو لا هالو كونا با فوتي اما نسسان هاو لا فوتي كتا هنه مكا تارومو هنسانو كوهي. ارتكب بعض الناس اعتداءات وجرائم أدت إلى توتر العلاقات وفي بعض الأحيان والحالات تدمير العلاقات، وإن من أكثر الأشياء أهمية في الوحدات المجتمعية مثل تيمور أن الكل يعرف بعضهم البعض، وأن هناك قدراً كبيراً من التفاعل والتزاوج ما بين بعضهم البعض، ومن ثم تعود العلاقة. وهنا تكمن الفكرة وراء الجلوس سوياً على الحصير وتدخين غليون السلام معاً، اقتصام الطعام أو وضع العباءة حول أكتافهم، والإتيان بالزعماء التقليديين ليتقبلوا العائد إلى المجتمع. هذا هو الأمر. مكلاكونا با إنا آما سيرا إنا فيتون سيرا ماو آلين سيرا أليوان سيرا هوتو هاو بوسو سيحو هالو ساركاليك هاو بوسو لسكولبا. على المرتدي أن يقدم شيئاً بالمقابل، اعترافاً منه بارتكاب الخطأ، أن يقول الحقيقة حول ما فعلوه، وهذا هو كل ما يريده المجتمع. لكن البعض مثلاً يريدون أكثر من ذلك. إن كنت قد أحرقت منزلي، فهل ممكن أن تساعد في بنائه؟ يوقع المعتدون على اتفاق مصالحة مع المجتمع، من الممكن أن تطالبهم بدفع تعويضات، ولكن في أغلب الأحيان تكون العقوبة القيام بخدمة المجتمع وإصلاح المباني العامة أو زرع الأشجار. إن مجتمعاتهم تصغي إليهم بتمعن، ويجب أن يكونوا مقتنعين أن الاعترافات كاملة وصريحة وصادقة. في المقر الرئيسي للجنة وفي أواخر عام 2003 تتناول جلسات الاستماع الانتهاكات التي ارتكبتها فصائل الفرتالين واليوديتي، وقد كان الضغط العام قد أجبر قادة تلك الفصائل على الاعتراف بممارساتها الخاطئة لأول مرة. إن هذه مسألة دقيقة جدا وحساسة للغاية، وقد نصحنا الكثير من الناس ألا نتعرض لها، وفي الواقع فقد قالوا بجراءة وتساءلوا عما إذا كانت اللجنة قد فقدت وعيها. ما هو الذي تحاولون فعله؟ ما فعلته إندونيسيا هنا حساس للغاية، وما زال قريبا جدا من السطح، وحتى ولو كان ذلك يسبق تجاوزات إندونيسيا هنا، فإن ما حدث في عام 1975 أكثر صعوبة.
ها هنا أناس قاموا بالفعل بمحاربة بعضهم البعض منذ 30 عاما، يقولون إن ذلك لن يتكرر ثانية أبدا، إن العنف كان سيئا. نعم، لن يتكرر أبدا. كانت قفزة كبيرة إلى الأمام، وكان مهما جدا للناس أن تسمع مباشرة من أفواههم لا من قراءتها في الصحف، بل أن يرونهم يقولونها ويقولونها بقوة وحماس. أعتقد أن كان لذلك تأثيرا كبيرا. شبكة من مراكز الحجز مخفاة لمدة 40 سنة. تم حبس 50,000 وتعذيبهم، وفي بعض الأحيان إعدامهم. قاد عماليون، ماركسيون، إسلاميون، وأي ممن اشتبه بهم كتهديد للملكية. اليوم يزور أولئك الذين نجوا الأماكن التي كانوا أسرى فيها سابقاً. بدأوا يتحدثون عن تجاربهم للمرة الأولى. التعذيب وأنواعه كثيرة، يعني شنو نقول أنا في الحقيقة يعقدني، نقول شو في التعذيب. التعذيب مال شبر سينيور قال قسنا الخيفرة عايد غد أسكاس ربي أو يدخل في عمر أو يدخل. في عام 1999 أصبحت الأدلة على الانتهاكات دامغة. شكل الملك مجلسا لحقوق الإنسان لجمع المستندات الموجهة نحو إصلاح السجن والإصلاح القانوني. اشتكى الناجون وأسر المفقودين ومناصرو حقوق الإنسان أن مجلس حقوق الإنسان كان يتجاهل آلاف الحالات. كان المقر الرئيسي للمجلس في العاصمة الرباط، وتم توسيع ولايته لتشمل العقد القادم. تقدم الضحايا بطلبات تعويضات ومعلومات حول أحبائهم المفقودين. وفيما توسع عمل المجلس تزايدت الانتقادات، ولكن مع هذه المحاولة الأولى غير المكتملة لمواجهة الميراث الطويل من الإساءة، حصلت ثقافة حقوق الإنسان على زخم في المجتمع. خلقت المظاهرات التي قامت بها المجموعات المدنية الحديثة بقيادة السجناء السياسيين المفرج عنهم ومناصري حقوق الإنسان خلقت مطالب سياسية لكشف الحقيقة. ليس هناك ما يضاهي تأثير عمل منظمات المجتمع المدني، مجموعات الجوار ومنظمات العمل، منظمات الطلبة والمنظمات غير الحكومية والكنائس والصحف وصانعي الرأي من جميع الاتجاهات لإبقاء القضية حية، خاصة مع العولمة وسبل الاتصال اللحظية، فإن هذا مهم جداً. وفي الوقت نفسه فإنه يسمح للرأي العام العالمي الاستماع، ويسمح لصوت المجموعات أن يسمع، ولكن المحرك والعامل الأساسي هو الرأي العام. شكل الملك محمد السادس رسمياً لجنة العدالة والمصالحة في 7 يناير عام 2004، كما حدد بنفسه سياقها معلناً إياها آلية لكشف الحقيقة، بالرغم من أن كلمة الحقيقة ليست في الاسم.
كانت هناك 25 تجربة مع لجان الحقيقة في العالم، وكل منها لها خصوصياتها، آخذة بالاعتبار الأوضاع المحلية والسياق الوطني وعلاقة الحكومة بالمجتمع وهيئاته. يمكنني القول أنني أعتقد أن هذه هي التجربة الأولى من نوعها في العالم العربي، وأعتقد أنها ستغير أهمية حقوق الإنسان في العالم العربي. يصدر مرسوم مالكي بولاية اللجنة الجديدة والتي تعقد مؤتمرا صحفيا تلا ذلك، وكان رئيسها إدريس بن ذكري سجينا سياسيا لمدة 17 عاما. إنه يشرح مهمتهم على أنها التحقيق في جميع حالات الاختفاء والحجز غير المبرر. الصحفيون يدركون السخرية. على الحائط خلف بن ذكري علقت صورة للملك الذي سيتم التحقيق في جرائم والده. فإذا يمكن أن نقول بأن هذا القرار الملكي تحركه إرادة سياسية واضحة، وأعتقد بأنه هو المدخل لأي صيرورة للمصالحة ولانتصاف والجبر ولضمان عدم التكرار في المستقبل، ولكن أيضا هو نتاج لدينامية سياسية وحقوقية عرفها المغرب ولم تأتي تحت أي إملاءات خارجية. تقرر اللجنة من خلال عملها في مكتب مركزي في العاصمة أن تكمل مهمتها خلال عام واحد. لا يحق للمفوضين 17 أن يذكروا المعتدين بالاسم، وهو تقييد محل جدل لم يكن يفرض على جميع لجان الحقيقة، ولكنهم كانوا مطالبين بتحديد مسؤوليات هيئات الدولة والأطراف الأخرى. امتدت ولايتنا من 1956 إلى 1999 43 عاما، وهي مدة طويلة جدا، وإننا نعرف اليوم أنه كانت هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتعذيب وإنشاء مراكز للحجز، بالإضافة إلى التصفيات التي قام بها فاعلون غير حكوميين أو هؤلاء العاملين بالخفية مع الثوار أو الذين تم استغلالهم من قبل الثوار الشباب، ولكن اختفى معظم هؤلاء الفاعلين أو ماتوا. ما لم يختفي هو مراكز الاحتجاز والسجون التي تديرها الدولة. تم التحفظ على السجناء السياسيين في قلاع وسجون، وأيضا في منازل معزولة ومبان خاصة غير معروفة، ومعظم تلك المباني لم تكن مقيدة في سجلات الحكومة. مع صعوبة الوصول إلى سجلات الحكومة والمستندات والمسؤولين، فإن ملاحظات زيارة المواقع تعد وسيلة لتعزيز الشهادة التي يفيد بها الضحايا أو لجمع المعلومات حين يرفض المسؤولون الحديث. كان هناك في بعض الأحيان مواقف نجد فيها مسؤول بسيط لا عليه خطر على الإطلاق أن يقدم شهادة ولكنه يرفض. إنهم لم يكونوا ليجازفوا بأي شيء حتى لو كان ذلك أمام محكمة، ولكنهم لم يشهدوا لأنهم لم يرغبوا في أي مشاكل، غير مدركين أن تقريرنا لم يكن قضائيا وأنه لا يتم ذكر أحد بالاسم. رفضوا حتى بعد أن أخبرناهم بذلك. تتسلم اللجنة 13,000 طلب للتعويض في شهر واحد. سيوصون بدفع تعويضات إلى حوالي 10,000 ضحية. بالإضافة إلى 200 موظف، تعين اللجنة 100 موظف مؤقتا وطلبة الدراسة العليا. هؤلاء يعملون على وضع قاعدة بيانات من خلال ملفات الحالة الفردية كمصدر للتحليل فيما بعد، والذي سيساعد كذلك في التعرف على الاحتياجات العاجلة مثل العلاج الطبي. إن شهادة الضحايا تصبح المصدر الأول للمحققين، والذين عليهم أن يعملوا سريعاً قبل أن تضعف الذاكرة. يعرقل عملهم بسبب مستندات لا يعتمد عليها والموظفين الرسميين غير المتعاونين، وكذلك ضعف الذاكرة والروايات المتضاربة. تسافر مجموعات العمل عبر البلاد لأخذ إفادات من الضحايا والعائلات،
ولكن تحصل لجنة الحقيقة أخيراً على تصور واسع حين تبدأ جلسات الاستماع العلنية في ديسمبر لعام 2004. عند طلوع الشمس يصلون إلى مواقع الاستماع في مناطق عرف أن القمع فيها كان شديداً. يقابلون الضحايا الذين سيدلون بشهاداتهم. يتم تحضير الضحايا الشهود عن طريق أخذ إفادات قصيرة وإجراء تقييم طبي ونفسي. عند اختيار الشهود للتحدث في جلسات الاستماع العلنية يتم تحري تحقيق التوازن بين الجسين والتمثيل الجغرافي والوضوح. محضر اللجنة والمحضر الرسمي للدولة يحتويان الآن على إفادات من أكثر من 22 ألف ضحية وأفراد عائلات. قيلة ما في السجن المركزي حتى الـ 84 في 23 غشت تم يطلق واحد مجموعة ديال الإخوان. المشكل اللي خطير هو من بعد من الخروج ديالنا راه المصائب كثيرة. كيفاش غادي تعيش عائلة؟ كيفاش غادي المنصب اللي كنا فيه مشى؟ وهذه راه زعما حصلة. راه كنا البداية يعني خرجنا من السجن راه كنا نصعب نمشيو ندورو على الكوميسيون. وكان الأهم في الأمر هو أن ننصت وأن نحسن الإنصات وأن نتفاعل وأن نتعاطف وأن نشعر بكل الاعتبار وكل التقدير وكل الاعتراف الذي يعني يتعين علينا أن نحسه وأن نعبر عنه تجاه هؤلاء الضحايا. فكنا بمثابة آذان الوطن الصاغية أكثر مما كنا مستجوبين أو محاورين لهؤلاء الضحايا. أول ما دخلوا علينا في 12 تاع الليل الدار نتاعنا ولات ليل صباح نهار بقوة الأضواء اللي كانت متسلطة على الدار، ودارنا صبح كمعسكر نتاع الجيش والشرطة كنتو تيضربوا فينا في الدار، ويقبض داك اليد نتاع المسدس الساهري قلبها ويضربني بها على راسي، تيدير لي داك تيبو اللي في الفم ديالي ما قديش نقول لك اسمحوا لي، تيضربني وتيدير لي الوسخ تاع فمي وتيضربني، ولما ما قدوش ياخذوا مني اي أعتقد أن المغربيين يؤيدون قولي أن شهادة النساء كان لها وقعا أكبر تأثيرا على الناس من شهادة الرجال. كذلك كان تأثير شهادة الأفراد في المناطق النائية. إن المغرب دولة مركزية، كل شيء يحدث في الدار البيضاء والرباط. من أجل ذلك فإن ما حدث في هوسيمة، في جيج، رشيدية وخنيفرة كان له تأثير أكبر على الناس. والحمد لله لهذا الساعة ولهذا الضوء اللي راه نحلت باش نقدروا نحكيوا على معاناتنا اللي عانيها أخوتنا اللي ما عارفينش أشنو صار فينا، ونتمنوا هذيك الفترة ما تعاودش تولي مرة ثانية. كن على يقين أن هذه من مهام يعني الهيئة الإنصاف والمصالحة، وسيكون لها شرف كبير. عند انتهاء اللجنة من تحرياتها تقدم تقريراً عن الحقائق التي وجدتها، محاولة أن تشرح لماذا وكيف حدثت هذه الانتهاكات، ويتقدمون بتوصيات لمنع إساءات وانتهاكات مماثلة من الحدوث في المستقبل. لا أعتقد أن أي شخص في اللجنة ظن أن التوصيات سيتم تطبيقها في اليوم التالي. أقصد أنه حتى في دولة مثالية لا يمكن أن يحدث ذلك، ولكن الذي نعرفه أن تلك التوصيات ستكون نوعاً من البنية الأساسية وصرخة جماهيرية للفئات الديمقراطية في البلد ولتلك الفئات التي تم استضعافها في الماضي والتي تقدمت بإفاداتها للجنة. لجان الحقيقة تقترح تعويضات وإجراءات أخرى للنظر في احتياجات الضحايا وتعديلات دستورية وقانونية لحماية حقوق الإنسان. بناء على الحقائق التي تم التوصل إليها، يقترحون إصلاحات شاملة للنظام القضائي والشرطة والقوات العسكرية
وأحياناً للمهن الطبية والقانونية ووسائل الإعلام وحتى النظام المدرسي الذي تم استخدامه لخلق الانقسامات وتزوير التاريخ. يخاطب تقريرهم الكافة وليس الأقوياء فقط، يضعون بذلك المسؤولية عن تنفيذه على كاهل المجتمع بأسره. ما يهم هذه اللجنة حقاً أنها ستدون تاريخ ما حدث في تيمور الشرقية، وهذا يجب أن يبقى خالداً في ذاكرة الأجيال القادمة، وألا نترك لهم فجوة غامضة تبقى كشيء يجهلونه إلى الأبد. إن هدف لجنة الحقيقة أولاً وأخيراً هو التأكيد بقطعية لصفوف الأمة ولتعريف وتنبيه الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية أن مثل هذه الأمور قد حدثت وأنها يجب أبداً أن لا تحدث مرة أخرى. هذا هو الشيء المهم. بهذه الطريقة نستطيع تأكيد المبادئ التي تم التعدي عليها وأن ننتقل من عدم تصديق الأمر إلى الاعتراف به. عندها يشعر الناس أن بمقدورهم مواجهة مهام المستقبل لأن الماضي بطريقة أو بأخرى تم دثره بسلام. للجان والمجتمعات يعتبر هذا سؤالاً مهماً جداً. كيف تنشئ مجتمعاً يسمح لأفراده باتخاذ مواقف أخلاقية ضد الذي يحدث؟ إنها كمرآة تمسكها وتنظر فيها وتقول أين كنت أنا؟ ماذا فعلت؟ هل ما قمت به كاف؟ وبشكل غريب البلدة بأكملها شئت أم أبيت كانت جزءاً من هذه العملية.